السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي بشقيه الأدبي والعلم. لأول مرة بنطلع ونتكلم مع بعض شباب، زي ما نوهنا لأكثر من مرة، إحنا إن شاء الله هدفنا في شهر رمضان الكريم نعمل معجزة، بمعنى أصح إخواتنا المسيحيين وأبنائنا المسلمين كلنا مع بعض، الكلام ده يشمل الكل. طيب بالنسبة للجماعة اللي هم بيقولوا هنفرح في العيد، برضه هنفرح مع بعض إن شاء الله لما نعمل الجزء اللي إحنا حددناه. طب إيه الهدف من الموضوع؟ إن إحنا ناخد شهر رمضان يا جماعة مش للتكاسل أو إن إحنا نريح فيه، لا بالعكس، شهر رمضان السنة دي جاي في مرحلة مهمة جدا، زي ما بيقولوا مرحلة انتقالية، بمعنى أكون أو لا أكون. فالشهر ده لو إحنا استغلناه صح إن شاء الله تعالى كده بفضل ربنا ومجهودكم، إن شاء الله هتكون النهاية كويسة ونفرح كلنا مع بعض. ولكن لو خدنا الموضوع بقى بنوع من التخاذل أو اللعب والكلام ده، فهتكون العاقبة أو هتكون النتيجة لا يحمد عقبة. طيب شباب قبل ما نبدا كده تعالى نشوف بصه سريعه، هو اليوم عباره عن ايه بالظبط وهيخلص من ازاي في رمضان، وكل واحد بيحط مبرر لنفسه، يوم رمضان ميت، يوم رمضان ضايع، اليوم مقتول، اليوم مقلوب، انا بسهر بالليل وبسهر بالنهار. تعالى كده يا شباب، محدش عنده خلاف عن اليوم 24 ساعه زي ما احنا معتادين، مش هيتغير اصلا في رمضان. يعني كل المطلوب منك حسن تنظيم وحسن تقسيم الوقت. مطلوب منك لحضرتك اول حاجه بتسال عليها وبتتكلم عليها النوم، انا عايز انام كويس، فمطلوب منك 6 ساعات نوم، لو زادوا عن كده يبقى انت بتهزر، ولو قالوا عن كده يبقى انت بتضيع وقت، بمعنى هتقلل نومك هيأثر على حاجات تانية، فخلينا في 6 رينج كويس جدا جدا، بس بعد كده احسن الباقي من ال 24 هيبقى معاك تقريبا بالظبط 18 ساعه. دي اول 6، اول 6 هنقضيها في النوم، خلاص خلصنا منها. طيب تعالى بعد كده نروح لست ساعات مذاكره، بمعنى كلمه 6 ساعات، 6 ساعات صافي، ماليش دعوه بقى باللعب والكلام ده كله. هقول لك ازاي، انا كده 12 ساعه يعني نص اليوم بتاعي راح 6 نوم و6 مذاكره. تعالى ننتقل بعد كده لما يكون عندي 6 ساعات للدروس بالمشاوير بالرايح بالجاي، اتلكعت هنا ساعه، قعدت هنا ساعه، طلعت هنا، مش مشكله، انت معاك 6 ساعات دي للدروس، دي بتاعه الدروس، خلاص استريحت بعد ما جيت من الدرس، مش مشكله، دي 6 ساعات بتاعتك انت حر فيها. طيب عندي بعد كده 6 ساعات خاصه ليك انت بقى، لاكلك وشربك والصلاه بتاعتك والمشاوير اللي انت بتروحها، براحتك عيش الحياه، ولكن ما ينفعش تكون 6 ساعات الفري دي متواصله خالص، ما ينفعش. طبعا انت هتصلي في وقت معين، بعدها صلاه تاني، بعدها صلاه تاني، بعدها فرض تاني، فالموضوع هنا متباعد، فما تقوليش انا هاخد ال6 ساعات بريك دول ورا بعض، ما ينفعش، مستحيل. يبقى احنا كده خلصنا من ال 24 ساعه، نرجع للمهمه بتاعتنا، كل ال 24 ساعه دي احنا مالناش منهم عندك غير 6 ساعات، يعني احنا اللي بنشاركك فيهم هم 6 ساعات بتاع المذاكره، انا جاي النهارده اكلمك على 6 ساعات بتاع الايه؟ بتاع المذاكره، هنعمل فيها ايه او هنمشيها ازاي؟ كل المطلوب من حضرتك 6 ساعات، انت عندك الاسبوع 7 ايام، اضرب بقى 6 في ال7 ايام دول، انت عندك محصله وقت دي فيها تكليف معين. طيب ايه المعجزه اللي احنا كنا بنقول عليها؟ المعجزه ان واحد يجتهد بشكل كبير جدا ويعمل حاجه غير متوقعه. طب هو ايه الغير متوقع؟ الغير متوقع ان انت تتعب معايا شويه، دي خلاص كده يا شباب خلصنا منها، اللي هي كانت روشته السعاده ان شاء الله تعالى في ايه؟ في شهر رمضان الكريم، ان انت تقدر تحقق الكلام اللي احنا قلناه ده، لو انت عايز تاخدها سكرين وتحتفظ بيها او تشتغل عليها عندك في البيت، زي ما بنقول يا شباب اليوم 24 ساعه، 6 ساعات نوم ان شاء الله، وهناخد مطلوب منك 6 ساعات مذاكره، ومطلوب منك كمان 6 ساعات للدروس، ومعاك 6 ساعات للحاجات الخاصه بيك انت، وان شاء الله دي تكون سبب السعاده في شهر رمضان باذن الله تعالى. تعالى نروح بقى للمهمه الاصليه بتاعتنا ان شاء الله تعالى، ده العنوان بتاعنا يا شباب، اللي هو ازاي اقدر الم المنهج خلال شهر رمضان الكريم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله هتبقى معجزة ان انت الشهر اللي الناس كلها بتكسل فيه او بتريح فيه، انت هتاخده على محمل الجد وهتحاول تخلص فيه كل المتراكم عندك. طيب تعالى نبدأ يا شباب، هو شهر رمضان زيه اي الشهور العادية، هو عبارة عن 4 اسابيع، انا هشتغل معاك في الاسبوع الاول، يبقى احنا كده شغالين على الاسبوع الاول. الاسبوع الاول رمضان ان شاء الله تعالى هيبدا يوم 2/4، والاسبوع الاول هينتهي معاك يوم 8/4، ده اسبوع المفروض ان انت عندك تكليف معين، ال7 ايام دول مطلوب مني اشياء معينه انا مكلف بيها خلال الاسبوع ده. لو انت طلعت قد المسؤوليه فعلا هي دي المعجزه، ان انت تثبت ان انت قد المسؤوليه، وانا مش بطلب منك المستحيل، في ناس كتير عملته قبل شهر، في شهر 3 ناس كانت شغاله معايا على ارض الواقع والناس شغاله معايا اونلاين التزموا بالكلام ده وعملوه فعليا، فهو لما يجي يطبقه دلوقتي في رمضان هيلاقي الموضوع سهل جدا. هو التحدي الاول في اول اسبوع، اعتبر ان انت جندي في الجيش، اعتبر ان انت انسان حامل مسؤوليه، ومطلوب منك في الاسبوع الاول تخلص لي في كل ماده تكليف معين، اعتبره تكليف يا سيدي، اعتبره تحدي ما بينه وبينك او ما بينك وبين نفسك، وهنشوف النتيجه في النهايه ان شاء الله. تعالى نبدا بالفلسفه، هما 7 ايام، لو انت علمي بقى هتشيل المواد الادبيه دي وتحط مكانها مواد علمي. طب ابدا باللغات عشان الناس ما تزعلش، خليني ابدا باللغات، خليني ابدا باللغه العربيه، انا لسه ما زلت بقرر ان انا في الاسبوع الاول هبدا مثلا باللغه العربيه. انا عايز منك 2 في الاسبوع، الاسبوع الاول ده وزعهم براحتك، انت عندك 6 ساعات في اليوم، انا عايز من حضرتك عايز منك 2 عربي خلاص،
وعايز منك في الانجليزي عايز منك 3 وحدات، يبقى 3 وحدات انجليزي. وعايز منك في اللغه الفرنسيه عايز منك وحده واحده بس، وزعهم بقى في الاسبوع براحتك، تذاكر يومين في الاسبوع، تذاكر يوم واحد، تذاكر 3 ايام في الاسبوع للماده، انت حر. انت عرفت في الاول انا طلب منك 6 ساعات في اليوم. طيب عايز دلوقتي منك في الاسبوع، دخلنا على جدول اسبوعي، جدول اسبوعي زي ما انت فهمت، 2 عربي، 3 انجليزي، واحده فرنساوي، كده اللغات تمام تمام. طيب تعالى بقى ننزل للمواد الادب بتاعتنا. الناس اللي في علمي هتشيل الكلام ده وتحط مكانهم المواد العلم بتاعتك. هتجمع الماده بتاعتك 8 ابواب على الاربع اسابيع، هتقسمها يبقى كل اسبوع فيه بابين. طيب نبدا بالفلسفه. احنا فعلا الفلسفه عندنا 8 ابواب، فلسفه ومنطق، فهناخد الاسبوع الاول بابين، باب فلسفه وباب منطق. الموضوع كده سهل، باب وباب. لقيت ان يوم على الماده دي او على البابين دول سهل، حط معاهم واحده انجليزي، حط معاهم اي حاجه تاني انت شايفها تقيله عليك. ده الفلسفه. طبعا احنا قلنا علم النفس، هناخد وحده اولى علم نفس، وحده اولى علم نفس في الاسبوع الاول، يبقى انا بابين، واحد فلسفه واحد منطق، ومعايا باب او وحده علم نفس. طبعا اللغه العربيه قلنا وحده اولى وحده تانية، الانجليزي قلنا 3 وحدات، الفرنساوي قلنا اول وحده. ندخل بقى على الجغرافيا، برضو وحده في الاسبوع الاول. مستر كتير، لا خليك قد المسؤوليه، ده انت معاك 6 ساعات، شوف هتعمل فيهم ايه. طيب ندخل على التاريخ، معايا وحدتين، وحده اولى وحده تانية. لو انت طلعت قد المسؤوليه والتزمت بالكلام ده في الاسبوع الاول، اتحداك ان دي فعلا هتكون معجزه. ده بالنسبه للاسبوع الاول. طيب 7 ايام الاسبوع بتاعي، وهنتقل للاسبوع الثاني ان شاء الله تعالى، كده هيكون يوم 9، المفروض كده هيكون اليوم السابع في رمضان ان شاء الله تعالى، اللي هو هبدا من يوم 9/4 لحد يوم 15/4، ده الاسبوع الثاني بنفس الفكره. هي هي الناس بتوع العلمي هتحط مواد العلم بتاعتك مكان الفلسفه ومكان علم النفس، وتبدا تشتغل لي عادي خالص. لو هنتكلم بقى الناس الادبي، تدخل معايا في الفلسفه معاك بابين، الثاني والثاني، ثاني فلسفه والثاني منطق. طيب علم نفس هتاخد الوحده الاولى علم اجتماع، حلو. الناس بتوع العلم والادبي مع بعضنا بقى، لو احنا بنتكلم على اللغه العربيه هناخد الوحده الثالثه والرابعه، خلاص هي متقسمه كده، دي وحده دي تكليف عليا. طيب بالنسبه للغه الانجليزيه هاخد وحده رابعه وخمسه وسته، خلاص ده تكليف ملزم بيه انا، ده تحدي عشان اعمل المعجزه اللي احنا قلنا عليها في البدايه. عشان انوه للكلام ده لازم اعمل الكلام ده، او عشان اوصل للحلم بتاعي لازم اعمل الكلام ده. طيب اللغه الفرنسيه هاخد الوحده الثانيه. طيب اروح للجغرافيا برضه هاخد وحده ثانيه، للتاريخ هاخد وحده ثالثه ورابعه، معلش ده اجباري عليا، ده تكليف، اللي عايز يعمل معجزات هيلتزم بالكلام ده. يبقى انا خلصت اسبوعين. عارف يعني ايه اسبوعين في رمضان؟ يعني انت عملت نص المنهج حرفيا يعني. طيب تعالى نروح للاسبوع الثالث، هاخد الاسبوع الثالث، هيكون ان شاء الله تعالى كده باذنك يا رب ان شاء الله يوم 16، المفروض هيكون يوم 16/4 مش 16/3. طيب هنبدا نشتغل عليه ازاي؟ ده يا جماعه هتكون شهر 4 ان شاء الله تعالى. طيب ونفس الحكايه هتكون هنا شهر 4 ان شاء الله تعالى. طيب هنبدا نشتغل ازاي؟ نفس الفكر، 7 مواد بتوعي بتاع العلم هيشيل المواد الادبي يحط مكانها مواد علمي، واللغات هي هي. هنبدا نشتغل فلسفه، هاخد باب ثالث فلسفه وباب ثالث منطق. هبدا اشتغل علم نفس، هاخد وحده ثانيه علم نفس ووحده ثانيه علم اجتماع، هضم وحدتين مع بعض هنا. طيب هبدا اشتغل بقى للمشترك ادبي وعلمي، هدخل اللغه العربيه هاخد وحدتين 5 و6، هدخل انجليزي هاخد برده 3 وحدات 7 8 9، هدخل اللغه الفرنسيه هاخد الوحده الثالثه، الناس بتوع الادبي هيدخل جغرافيا هياخد الوحده الثالثه، هيدخل تاريخ هياخد وحده 5 و6، ده في الاسبوع الثالث. وكده نكون اقتربنا من الاسبوع الاخير من رمضان ان شاء الله تعالى، او من شهر 4. الشباب دي هتتبدل هتبقى 4، ودي هتتبدل هتبقى 4 ان شاء الله تعالى. طيب تعالى نشوف الاسبوع بتاعنا هيمشي معانا ازاي. نفس الفكر هو هو، بتوع علمي يشيل مواد ادبي واشتغل عليها مواد علمي، اللغات مشتركه ما بيننا زي ما هي. بتوع الفلسفه هياخد الباب الرابع والرابع، لان احنا كده خلاص خلصنا فلسفه، وبالتالي الشهر هيخلص معانا ان شاء الله. علم النفس هتاخد وحده ثالثه وثالثه، ويبقى خلصت المنهج بتاعك خالص. تعالى ندخل اللغه العربيه هتاخد وحده 7 بس، يبقى انت كده خلصت المنهج بتاعك تمام. تعالى نروح للغه الانجليزيه هتاخد ال10 وال11 وال12، يبقى انت برده خلصت منهج اللغه الانجليزيه. اللغه الفرنسيه هتاخد وحده رابعه، يبقى انت فنشت كده برده خلاص. الجغرافيا هتاخد الوحده الرابعه برده، يبقى انت كده خلاص فنشت. التاريخ هتاخد الوحده 7 و8، ويبقى انت كده بفضل ربنا عز وجل قدرت او تمكنت ان انت تعمل المعجزه فعلا وتلم المنهج كله خلال شهر رمضان الكريم. شباب مش عايزين نخلي الشهر ده شهر كسل. انا قلت في البدايه، في بدايه كلامي، سواء لاخواتنا المسلمين او لاخواتنا المسيحيين، الموضوع هنا مساله مستقبل. فانت ما يكونش في ايدك انك تحدد المستقبل بتاعك في خلال شهر زي ده، شهر اكون او لا اكون بمعنى الكلمه،
فحاول قدر المستطاع، محدش هيجي من بره ويساعدك في حلمك، انت لازم تكون الجند الاول في الحلم بتاعك، في الجيش بتاعك والفريق بتاعك لازم تكون رقم واحد بمعنى اصح، يعني انت العنصر الاول والابرز في الموضوع، واحنا ما الا ربنا بيسخرنا ليك كمكملات. نسال الله عز وجل لكم التوفيق ودعواتكم لنا يا شباب، وان شاء الله بالتوفيق ومكملين. لسه في مفاجآت تانية خلال الشهر هنكون معاكم وهندعمكم باذن الله خلال شهر رمضان، وهنتابع معاكم الجدول ده يعني بالنص كده تطبيق حرفي، مين طبق ومين ما طبقش. ولو عندك اي مشكله كنت ادبي او علمي ابعت لنا وقول لنا انا عندي مشكله في اليوم كذا مش بعرف اعمل فيه، او اي ماده معينه. وما تنساش الموضوع ده يا شباب هيفرق معاك جدا جدا، روشتة السعاده ان شاء الله تعالى زي ما انا سميتها كده، دي هتحاول بيها ان شاء الله تلم كل اللي فاتك لو مشيت على النمط ده. لو انت مشيت روشتة السعاده دي انا عايزك بس تلتزم بيها الى حد ما شويه، وعايزك تقسم التقسيمه دي، عايزك تاخد اليوم بتاعك ال 24 ساعه، نام 6 ساعات كويس، ابدا ذاكر 6 ساعات، ابدا روح دروسك لو كنت هتروح دروس في رمضان في 6 ساعات معاك براحتك، وابدا عيش حياتك الخاصه في 6 ساعات كده ان شاء الله فضل ربنا عز وجل هتكون عملت انجاز كبير وعملت معجزه. وزي ما كنا كاتبين في العنوان وهنفرح ان شاء الله مع بعض بالعيد بتاعنا ان شاء الله تعالى، تكون عملت انجاز والعيد والفرحه تبقى فرحتين ان شاء الله تعالى. تمنيت لكم بالتوفيق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.